السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا إنك تكون تتصفح بجوالك أو تحكي مع أصدقائك في موضوع معين، وأول ما تفتح تليفونك تلاقيه جايب لك دعاية عن نفس الموضوع، هذا أكيد تعودنا عليه. بس إنك تكون تفكر بشيء معين، مجرد تفكير بمخك، وتلاقيه بنفس الوقت بتليفونك، هاي كبيرة شوي. والسر مو إنه الذكاء الاصطناعي قاعد بمخك أو إنه بينجم أفكارك، ولكن في سببين كبار. الأول، وهذا مألوف نوعا ما ومعروف لإلنا، واسمه وهم التكرار. وهذا معناته إنك أنت لما تفكر بشيء معين بيصير عقلك يلاحظه في كل مكان، وبتصير تركز فيه أكثر من قبل. أما السبب الثاني والجديد واللي فعلا بيخوف، هذا اللي بيسجل آثارك الرقمية. كل بحث على تليفونك، كل نقرة، كل صفحة بتترك أثر رقمي مربوط باسمك. تيجي خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتجمع اثرك هاي كلها، وبتستخدم الرياضيات، بالتحديد علم الاحتمالات اللي حكينا عنه في الحلقات الماضية، لحتى تتنبأ في شو ممكن انت بتفكر، او شو ممكن يخطر على بالك، او شو ممكن يهمك بعد كل اللي شفته وتفاعلت معه. فبتقدم لك اياه على شكل دعاية او منشور تماما في الوقت المناسب، بعد ما انت فعلا كنت عم بتفكر فيه. يعني بمعنى آخر، أنت والعقل الصناعي عم بتفكروا مع بعض خطوة بخطوة، وعم توصلوا لنفس النتيجة في التفكير، وتتشابهوا في الآراء، وبنفس الوقت كمان. الخلاصة إنه الآلة ما بتفوت على عقلك، بس بتعرف عنك من بياناتك أكثر ما أنت تتخيل. برأيكم الوضع لساته طبيعي ولا صار يدعو إلى القلق؟